يبقى تشرح له من اين بدأ الخلق، تسعير العمليه، وتقول له المستشفيات ايه. مجهده جدا انك تقول ثلاث اسعار بتاعت مستشفيات، مجهده جدا بس مهمه. انت بقى الراي دكتور حامد سليم يقول لك بدل ما تقول له سعر ويقعد يرغي معاك في الفصال، انت تقول له ثلاث اسعار فيفكر ياخد انهي. ده رايه. ادي ثلاث حاجات يقعد يفكر ما بينهم، مش يقعد يفكر لي في الرقم اللي قلته. ازاي انزله بقى؟ ازاي انزله؟ طب ازاي وفي التليفون؟ طب ممكن مستشفى قال انا مديك من الاول ثلاثة، وعلى كده برضه بيتعبوك يقول لك ممكن نعمل بسعر قليل في المستشفى الكبيره. لا طبعا ممنوع. النقطه 23، لابتوب او تابلت 360 درجه، بيتقلب التابلت يتحط على ستاند. ما عملتهاش في عيادتي بس كنت ناوي اعملها لولا ان انا مسافر. تقلب صور المستشفيات قدام، ادي مستشفى الصفا، ادي مستشفى رويل، تك 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 تك. عايز تتقدم كمان؟ عايز تتقدم كمان؟ يدخل جوه مع واحد مخصوص في اوضه يوري له مستشفيات. يبقى انت كشفك بقى 10 دقايق مش تلت ساعه. الاسعار والمستشفيات مع فلان في الاوضه جوه، واتفرج كمان على فيديو في اوضه معزوله بيت فورس. بيعملوا كده بره، بره بيدخلوها اوضه معزوله بموكيت بشاشه عشان تسمع كويس، ويحطوها كمان ايه هيد فون، ويخلوها تسمع ازاي الرضاعه الطبيعي تتم. والاوضه اللي انت بتوفر على نفسك مجهود بقى خلاص. دي حاجات كانت في المشروع انها تتعمل، بس مش هقدر بقى خلاص، الموضوع صعب. لما عشان تجيب شاشه وتقعده قدامها ده مهم جدا، وعشان تجيب له الصور بتاع المستشفيات توريها له، انت ايه خبطت سقف البروفيشناليزم، محدش هيعلي عليك. توري له صور غرف العمليات، صور غرف المرضى، صور ريسبشن ومدخل. يبقى هو شاف كل حاجه قبل ما ايه ما يروح المستشفى.